الصفحة الثانية كاين التزامات الشبكة المغربية للجامعات الترابية المنفتحة. تعهد أعضاء الشبكة المغربية للجامعات الترابية المنفتحة بمال النقاط كاملة. اللي كتقول التزامات الشبكة شي الآليات باش التزامات هاد الشبكة. شي من الآليات باش كنا نحترموا التزامات أولا. ثانيا كتقول النقاط الأعضاء واحدة مثلا في هاد النقاط هادي المساهمة في إشعاع الجامعات الترابية المغربية على المستوى الوطني والقاري والدولي. وملي كتقول أنا ما فهمتش غير فهم ملي كتقول المساهمة في إشعاع الجامعات الترابية هذه نقطة كبيرة مهمة باش تحطها هكذا. أنا جوني هاد النقاط ديال التزامات سمحوا لي ما عرفتش هاد النقاط كاملين مهمين ولكن رانا واش كاين شي آلية باش نكملوا نضبطوا المسائل ما كاينش نقراو احترام النظم المعماري احترام النظم المعياريه المعمول بها من حيث الشفافيه والملوش الى المعلومات العموميه ومشاركه المواطن والمواطنين والتحول الرقمي مهم كتب هذا الشيء هذه واحده من النقاط ولكن انا هنا السؤال ديالي كيفاش غنوصلوا باش يمكننا نهزوا هذا الشيء ويمكننا ناطروا ويمكننا احنا باقي بعادنا الاخوان انا كنقول احنا باقي بعادنا بزاف اللي كتقول التحول الرقمي وحنا الاورديناتور ما عندناش ما عندناش الاورديناتور كاملين ما بقاوش عاد نكتبوا الاورديناتور ما عندناش كافي حيت الميزانيه ما كتسمح لناش احنا ماشي مرحله مرحله وملي كتقول لي انت احترام النظم المعياريه كتقول لي مشاركه المواطن والمواطن والتحول الرقمي فين التحول الرقمي؟ لا تغزي بغيت نكتبوا في ستيلو دابا علاش في البلوه اللي عندنا كتبوا بالاورديناتور فعلاش بقى في ستيلو فين التحول الرقمي؟ ماشي ما قادرينش حنا قادرين وعندنا الطلبه قادرين وعندنا النساء قادرين ولكن الله غالب اسمح لي الميزانيه ديالنا ما كتسمحلناش حنا ماشي بحاجه بحاجه ومني كتبوا الله يجزيكم بخير في المستقبل من احضر اللي تكتب لي شي حاجه هنا خصنا شي حاجه اللي تكون نقدروا عليها ماشي نزوقوا في حال التلفزيون الوزير قال لك شي الحال 75 درهم بحال هذا قال لك 75 كاين شي الحال 75 درهم اسمحوا لي هذا مثال كي ناس يقال هذا بحال 75 درهم بحال 75 درهم هادو كاملين بحال اللي سمحتوا لي انا بصراحه مزيان عجبوني ولكن حنا باقي ما وصلناش لهذا الشيء ما وصلوش في قالب العافيه وملي كتقول لي انت